هاد السيد الشخص اللي جا عندك شعل فيا العافية، جا هو ونسيبو، جاو تيعيطو ليا تيسولو فيا، جاو هنا داز على الدري اختي، هو بنت المرأة. ايني مني جا هو مشى لهاد الدري اختي تيصايد ليا، نسيبو ما شناش وما شافتوش اختي، يعني دري اختي ما شافتش نسيبو، تنصوني له ما تيجاوبنيش، قالت له صوني، قال لها ما تنصوني ما تيجاوبنيش، قالت له واخا انا نعيط له. عيطت لي دري اختي قالت لي فلان راه تيتسناك، قلت لها قول له تسناني انا نجي دابا. قطعت معايا التليفون نط نخلص قهوه ديالي، يعني شي 9:30 ديال الليل، اثنين اصبحت ثلاث، قلت لها قول له تسناني نط نخلص قهوه ديالي. شويه ولات عاودت عيطت لي في البلاصه، ما كاملاش واحد 5 دقائق ولا ما واصلاش 4 دقائق ولا 5، قالت لي زيد عتق المحل ديالك راه خدامتي تحرك. قالت لي السيد فلان هو واقف معايا دابا والمحل ديالك راه شاله فيه العافيه. قلت لها شكون شاله؟ قالت لي يعني ما عرفتش، قالت لي راه قال لك معاه نسيبو دابا هنا. قلت لك وتيقول هو نسيبو، تعترف بنسيبو، قال له هو اللي شعل العافيه. جينا تنتسابقوا سبقوني الدراري اللي جاو، الجيران خرجوا من هنا، يعني جاو تيطفيو العافيه. مني جاو تيطفيو العافيه طفاوها، درنا تنعيطوا للجندارم، يعني هو ما بغى يهرب ما والو، ما هرب ما والو. جا قال لك راه نسيبي اللي شعل، ما بغاش لقيته هنايا، قال لك نسيبي اللي شعل. مني قلت له نسيبك شعل، المهم نعيط للجندارم، عيطنا للجندارم جاو، يعني شدوه داروا له مينوط هذيك الساعه، قالوا له شكون اللي شعل العافيه؟ قال لهم نسيبي. قالوا له علاش جيتي معاه نتايا؟ قال لهم قال لي وريني على المحل ديال هذا الشخص هو انايا. يعني مني قال لهم وريني على المحل هذا، قالوا له ما خاصكش تجي معاه، يعني هذا الشيء تتحملو انت. قال لهم راه هو اللي شعل العافيه وانا نشهد، اذا هذا السيد هو اللي شعل العافيه نسيبي. يعني الخساره اللي تنشوف حشومه على هذا الشيء اللي شعلوا فيا ديال الكرفيسه، راه المازوط فينا هو، راه فينا طرف ديال المازوط اللي جابوا به اللي جاب فيه هذا السيد. يعني ولكن هذا السيد يعني البوطه فيها هذيك الطار ديال 5 لتر، ولكن المازوط اللي فيها الله اعلم شحال. ولكن دابا المشكل اللي تيبقى عندي انا تراجع في الذاكره ديالي، الدري اختي شنو تقول لك؟ الانسان بقى واقف معايا والعافيه شعلت، كيفاش هذا؟ واش عنده 4 ليدين؟ يعني تما تيبقى عندك الشك، اذا راه الشخص اللي معاه هو اللي مشى على العافيه، واش نسيبو واش شي واحد اخر؟ انت ديجا كان بيناتكم شي خلاف؟ عندني خلاف ديال الخيانه الزوجيه، يعني هذا السيد داير بي انا بالخيانه الزوجيه بينك تكون مرات. ولكن في التاليه حتى ملي مشى دار التنازل قال لي مني ما جبر والو، قال لي هذا الشيء ما كايناش، مشى تنازل ليا دار التزام، يعني اذا ما كاين حتى شي حاجه، يعني جبرها هو عند الخيانه مع واحد اخر، مع شخصين اخرين وماشي واحد اكثر من واحد. يعني جبر عندها الدواليل بزاف هي، يعني عنده الدليل ديالها بزاف، يعني شوف هي الاعمال ديالها هو في كيفاش محصلها، يعني فهمتي؟ يعني بزاف الناس تيقول لك هو قال لك بزاف تيقولوا له راه تتخونك، وكان دار بها شكايه انا وهي، شكا بيا انا وهي. عند المحكمة عند وكيل الملك. نعم. ومني خرجت الشكاية دار تنازل. هي اللي أنا وهي ما دارش لها. ما دارش لها هي تنازل. نعم. يعني بقى متابعة على حقه هو. نعم. إني مني بقى متابعة، إني ولا عاوتاني شكاية أخرى دارها بيا أنا وهي. تاني ولا تنازل فيها. نعم. ولكن هي تاني شنو ولات تدير؟ ولات تتشد ضرب وجهها، تضرب حالتها وتقول لهم فلان اللي ضربني راه عندها. هو رجلها. اللي هو راجلها، راه نهار الأربعاء. عندها الجلسه معاه، اذا هو ما ضاربهاش وتتقول لهم ضاربني، وهذاك السيد ما يضربهاش درويش، كل شيء المنطقه هنا تتقول لك درويش، كل شيء المنطقه تتقول لك هاك السيد درويش. ايني مشى عمزرف هذه خاوي، ايني شكون هذا السيد اللي معاه اللي شعل العافيه؟ هو من الحق للجندرم قلب الاعتراف ديالو قال لهم لا انا اللي شعلت. بقى فيا بزاف ماشي شويه، ايني بصراحه حسبته بحال خويا، وبقى فيا بزاف ماشي شويه، وبقى فيا يعني بوا هذا الشيء اللي كان، يعني اللي ما عنديش مشكل، ولكن بقى فيا هو الضره اللي ضريت، واخا ضريت انا على المحل ديالي، ولكن مني تعتقل ضريت. حيت علاش؟ حيت القانون ما يرحموش، هذا القانون يعني قانون قاص عليه، حيت هو ما عارفش القانون ديال اضراب النار كي داير، اضراب النار كون كان عارف اضراب النار شنو هو القانون ديالو، المسطره قاصحه عليه. ما كاينش، قال لي ما كاين حتى شي حاجه، وجا عندي 3 المرات من مور هذاك الشيء، جا عندي 3 المرات تيجي عندي، اني خاوه عادي ولينا بحال الخوت، اني عنده النقاش الا مع مراته حيت شاك فيها وجبر عليها الدواليل كامل، اني عنده بزاف الحجاج عليها. اني شوف دابا اللقطه اللي كان عنده،
النهار اللي عنده معاه الجلسه ويدخل هذاك الدليل ديالو عليها.